التقى الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه بالفريق اول مهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبيه بدوله اوغندا، حيث تناول اللقاء اخر المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه وانعكاساتها على امن واستقرار القاره الافريقيه، كذلك مناقشه سبل دعم وتطوير افاق التعاون العسكري المشترك. التقى الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه بالفريق اول مهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبيه بدوله اوغندا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسميه بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع وعزفت الموسيقات العسكريه السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء اخر المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه وانعكاساتها على امن واستقرار القاره الافريقيه. كذلك مناقشه سبل دعم وتطوير افاق التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين الصديقين واكد رئيس اركان حرب القوات المسلحه اعتزازه بالعلاقات الراسخه التي تربط بين القوات المسلحه المصريه والاوغنديه مشيرا الى حرص القياده العامه للقوات المسلحه على تعزيز اواصر التعاون المشتركه في مختلف المجالات العسكريه من جانبه اعرب قائد قوات الدفاع الشعبيه الاوغنديه عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع شعبي مصر واوغندا مشيدا بالجهود المصريه لدعم الامن والسلم في القاره الافريقيه حضر اللقاء عدد من قاده القوات المسلحه لكلا البلدين والملحق العسكري الاوغندي بالقاهره